السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأبناء من الألف إلى الياء. في البداية طبعا قبل ما نتكلم عن موضوع الفيديو بتاع النهاردة، أحب أأكد إن شاء الله موعد البث المباشر بتاعنا إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 6 مساء. أي حد عنده أي سؤال يجهز نفسه يوم الجمعة الساعة 6 مساء إن شاء الله في البث المباشر. طبعا نظرا لان في اسئله كتيره جدا 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 والله الفتره اللي انقطعت فيها عن القناه الثلاثة اسابيع اللي فاتوا دول اسئله كتيره جدا في القناه، والله مش عاوز ازعل حد وعاوز اجاوب على كل الاسئله، بس والله للاسف الوقت مش بايدي، يعني المشاغل والوقت للاسف الاجابه بتاخد وقت طويل جدا، وللاسف والله حوالي 80% من الاسئله مكرره، وان كانت مش مكرره بنفس الصيغه بس الاجابه تعتبر واحده. يعني اللي بيسال لو تعب نفسه ودور في القناه هيلاقي الاجابه بتاعته، والله 200% هيلاقي الاجابه بتاعته في القناه، بس الواحد بيستسهل ويكتب السؤال. انا مش عايز ازعل حد، مش عاوز ما ردش على حد، بس قدر المستطاع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني قدر المستطاع بنحاول نرد على الاسئله. فاي حد عنده سؤال يجهز نفسه يوم الجمعه الساعه 6 مساء ان شاء الله. طبعا وهيتم صياغة القناة بإذن الله من جديد، أكتر من 100 فيديو هيتم صياغتهم إن شاء الله بطريقة جديدة، يعني هنحاول نختصر، والعنوان يعني ممكن الفيديو ينقسم إلى أكتر من جزء. لو الفيديو بيتكلم على أكتر من حاجة هنقسم الفيديو لكذا جزء، وبحيث العنوان ممكن يبقى بصيغة سؤال، عنوان الفيديو يكون بصيغة سؤال، بحيث عندك أي سؤال ادخل على القناة ابحث في الفيديوهات إن شاء الله هتلاقي صيغة السؤال بتاعك، وأي سؤال يصلح إن هو يكون فيديو إن شاء الله هنعمل عنه فيديو مخصوص، وهنحاول إن شاء الله ما نطولش في الفيديو. طبعا في فيديوهات غصب عنك لازم تطول، تقعد 10 دقايق ربع ساعة، دي اقل حاجه، لكن بنتكلم على الفيديوهات اللي هي لمحات السريعه ان شاء الله هنكتر منها، يعني ليه ما يتجاوزش الخمس دقايق ان شاء الله، عشان ما اطولش فيديو النهارده. يعتبر فيديو النهارده اول فيديو يعتبر في هيئه سؤال، في سؤال اتسال في القناه وهو اسباب نزول الدم مع الحليب او مع اللبن بعد الولاده، يعني المعزه او النعجه بعد ما ولدت، او حتى البقره بعد ما ولدت تاني يوم تالت يوم رابع يوم في دم بينزل مع الحليب، الحليب بينزل معاه دم، بس مفيش أي تكتلات، مفيش أي روايح، مفيش أي ورم في الضرع، الضرع ملمسه طبيعي طري، اللبن لونه طبيعي، ريحته طبيعية، مفيش فيه أي تكتلات، مفيش غير إن اللبن مختلط بدم. وهي وإيه العلامة التانية؟ بعد الولادة مباشرة، في أول 3 4 أيام بعد الولادة. إيه العلاج؟ وايه السبب؟ اول حاجه ده ما تخافش منه خالص، ده حاجه طبيعيه خالص ان شاء الله مفيش منها اي مشكله، هو كل ما في الامر الغدد اللبنيه، الغدد اللي بتنتج اللبن بعد الولاده بتكون بتتضخم اكبر حجم ممكن، اللي هي لما النعجه او المعزه بتضر ضرعها عند الولاده بيبقى اكبر حجم ممكن، الغدد اللبنيه دي بتضغط على الشعيرات الدمويه، فبتسبب في بالذات مع المعيز او الاغنام اللي بتضر اللبن كتير، بتسبب تمزق بعض شرايين الدم الدقيقه، شرايين الدم اللي داخل الضرع النتيجه لتضخم الغده اللبنيه بتضغط على الشرايين، بتسبب انفجار بعض الشرايين، بيسبب ظهور الدم في الحليب. العلاج ايه؟ العلاج سهل جدا، مش محتاج اي ادويه، فقط تحلب الضرع كويس، تصفي الضرع، ما تخليش الدم يتراكم داخل الضرع. طب اللبن في بداية أول يوم أو يومين بيبقى سرسوب، لا ما ينفعش تحلبه أول يومين، ما تحلبوش كده كده، هو بيكون بعد تالت يوم رابع يوم بيحصل النزيف، لأن في البداية ما بيكونش ضخ اللبن أعلى ما يمكن، في البداية بيكون السرسوب الضخ بيزيد بعد يوم أو يومين، بيبدأ ضخ اللبن يزيد في الأمهات بعد الولادة، فاول يومين ثلاثه دول ما ينفعش تصفيه للاخر، لان هو لبن السرسوب مهم، لازم المولود يرضعه بالكامل، اذا كانت الام يعني لبنها على قدها، اما اذا كان لبنها كتير ممكن تحلب جنب
وتسيب له جنب، لان هو بيبان لك. المهم حاول قدر المستطاع يرضع اكبر قدر ممكن من لبن السرسوم، عشان ده لبن مهم جدا جدا، وهو المناعه، مناعه الام بتنتقل للمولود عن طريق لبن السرسوم. طيب يعني نقوله بعد يومين او بعد ثلاثه، لان الدم يبقى ما تخليش اللبن يتجمع في الضرع، دي رقم واحد. هتحلب، هتصفي الضرع، يتم تصفيه الضرع. بمجرد ما هتصفيه وما تخليهوش يضغط، يعني ما تخليش الضرع يمتلي باللبن، ما تخليش الضرع يمتلئ باللبن فقط لا غير، ده اللي عليك. ممكن تعمل ايه تاني معاه؟ كمادات ميه بارده، كمادات ميه بارده على الضرع. غير كده مش هتعمل اي حاجه، ممكن بدون كمادات، فقط انك تصفي الضرع، انتهى ان شاء الله، تصفيه كويس وتسيب طبعا جزء للمولود عشان يرضع، رضع، وبعد كده تيجي اخر نهار برضك تصفيه، تاني يوم ان شاء الله مش هتلاقي ولا نقطه دم. والحاله دي حصلت عندي شخصيا، عندي جاري، كان واحد جاري عنده معزه ولدت ونفس النظام، كان فيها دم، وكان بيقول لي فيها الدم، قلت له احلبها بس صبح وليل، فعلا حلبها صبح وليل، ما شاء الله الدم تاني يوم اختفى نهائي. طبعا ما تنساش اذا عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.